ستكون هناك جلسة هي الجلسة الأولى لهذا اليوم الثاني من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، وسيكون التركيز في الجلسات الصباحية على موضوع الحج والعمرة والاستثمار في هذا القطاع. الجلسة ستكون تحت عنوان خدمة ضيوف الرحمن، كيف يمكن لرؤية المملكة 2030 تلبية الاحتياجات الناشئة للحجاج. فلنبدأ هذه الجلسة بكلمة رئيسية لمعالي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا الأول محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في البداية حقيقة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على المنتدى للتنظيم وللزخم الكبير حقيقة اللي شايفينه الآن واللي شفناه أمس. أنا أعتقد أنه المنتدى من أول ساعة حقق نجاح كبير جدا، ليس فقط من خلال الكلمات التي ألقيت أمس، ولكن من تفاعل الحضور. يمكن هذه أحد الأسباب اللي كنت بتكلم عنها، إنه العرض اللي حعرضه الآن غيرته يمكن ثلاث مرات، يمكن الآن أغيره المرة الرابعة، مع إنه في طبعا القاعدة الأولى إنه الواحد يفترض إنه ما يغير العروض في البداية، لكن حقيقة بدأت أغيرها بسبب الجو اللي كان في المنتدى. كنا نعتقد إنه المنتدى هو مجرد عبارة عن دعوة لبعض المتخصصين لإلقاء الضوء بشكل عام عن الفرص الاستثمارية وكيفية طرق الاستثمار، لكن نوعا ما تحول إلى حقيقة إلى أكثر جدية في طرح المواضيع بشفافية بأريحية بين المسؤولين وبين الحضور. أصبح الجو مختلف تماماً، وكان لابد أني أغير التوجه للعرض زي ما هعرضه اليوم. السبب الأولاني والرئيسي أنه الاستثمار في مكة وخصوصاً في قطاع الحج والعمرة، إنه هذا هو القطاع، أعتقد والله أعلم أجزم إنه القطاع الوحيد اللي حيستمر استثماره إلى الأبد إلى يوم القيامة. السبب إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه كل المقومات اللي موجودة في مكة أو في المدينة يمكن أن تتغير مع الزمن. الحاج والمعتمر يجب أن يزور مكة والمدينة، لا يجب أن يقوم بالحج والعمرة. وبالتالي الاستثمار في مكة من أنا أجزم إنه من أهم الاستثمارات، وإذا كان واحد بيفكر في أي استثمار يجب أن يتجه إلى الاستثمار في مكة وبالأخص في قطاع الحج والعمرة. الأرقام اللي حنعرضها اليوم يمكن عرضها معالي الوزير في اللقاء اللي قبلي، لكن حقيقة أنا متأكد إنه على هذه الأرقام عند بعض المستثمرين وأصحاب الرؤوس الأموال وأصحاب الأفكار الإبداعية يجب أن يكون يرفع العلم عندهم. مستحيل أنه نتكلم الآن على 6 إلى 7 مليون معتمر، نصل إلى 30 معتمر دون أي حراك في الاستثمار أو حراك على مستوى الأعمال. مستحيل بأي حال من أحوال نحن نتكلم على 2 مليون حاج يتم استضافته من الداخل ومن الخارج، يصل إلى 4.5 مليون حاج في عام 2030 ونجلس ساكتين. مستحيل بأي حال من الأحوال، لكن حقيقة كل هذه الأمور ما تجي من فراغ، لازم يكون في حراك من جميع الجهات، من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، ويستمر كلهم على مستوى واحد ويتناغم. الأهم من ذا كله أنه يتناغم الحراك بين القطاع الخاص وبين القطاع العام وبين التشريعات اللي هي حقيقة تدعم المجال في قطاع الحج والاستثمار في قطاع الحج والعمرة. هذه برضو بعض الإحصائيات، يعني نتكلم الآن ليس فقط على عدد الحجاج، حتى نتكلم على عدد كبير من الحقيقة الثقافات العالمية اللي نحن نتعامل معها. يجب أن واحد يفكر
إيش ممكن أن أقدمه لهذه الثقافات أو من 167 دولة يأتي منها الحجاج والمعتمرون؟ عدد مكاتب الخدمة الميدانية اللي هي تابعة لمؤسسات أرباب الطوائف، عدد المساكن في مكة، وهل هذه المساكن 4700 أو زادت عن 4600؟ هل هي جاهزة فعلاً بالمعايير اللي كنا نتكلم فيها أمس وذكرها معالي الوزير أو بعض الأخوان ذكروا أن نحن نتطلع حقيقة إلى استثمار بمعايير عالية، ما نتكلم على مجرد بس فقط أن نحن نقدم الخدمة ونقدم على شكل مجرد بس فقط مساكن. وبالتالي يجب أن يكون الأثر الاقتصادي اللي نحن نتوقع من هذا الاستثمار يجب أن يكون على عدة أطياف أو عدة نقاط. لازم يساهم على رفع المحتوى المحلي، لازم يوظف عدد كبير جدا في القطاع الخاص والبعد عن القطاع العام، الاستثمارات الغير حكومية الناتجة المحلي، هذه كلها لازم الاستثمارات تغطيها. طبعا نحن عندنا عدة مستهدفات، لكن أنا حقيقة حركز في العرض اليوم أو في الدقائق القادمة على تطوير الخدمات المتقدمة. صحيح إنه البنية التحتية مهمة في قطاع الحج والعمرة، لكن أنا أقول ليست هي الرئيسية، قد تكون هي أحد الممكنات إلى تصل بالعدد من 2 مليون إلى 4 مليون ونص، أو من 6-7 مليون إلى 30 مليون معتمر. ممكن تكون البنية التحتية تساعد، لأن نحن نحتاج سكن، نحتاج طرق، نحتاج أمور أخرى تانية، لكن حقيقة إذا نحن استطعنا أن نبحث عن أين مكمن الاستثمار، أنا أعتقد أنه موجود في الخدمات وليس غير الخدمات، ولا يكون الخدمات التقليدية أبداً. نحن ما نتكلم على الخدمات التقليدية. الخدمات التقليدية أو ما كان يسمى بالخدمات الأساسية في كثير ناس سبقونا فيها واشتغلوا فيها وعملوا فيها. يعني نحن نعطيكم مثال من الأمثلة. قبل عدة سنين كان أكبر عدد شركات في التوب 10 كانت الشركات البترولية. الآن لو اطلعنا على أفضل الشركات وأعلى أو أكبر الشركات في العالم، تجد هنا شركات تعتمد بشكل كبير جداً على التقنيات، شركات ما عندها حقيقة بنية تحتية قوية غير البنية التحتية التقنية. فتحول بصراحة موضوع الاستثمار وموضوع اللي هو العوائد الاستثمارية متجهة إلى أفكار أكثر إبداعية نستطيع أن نجني بها أرباح أفضل. وإذا نحاول قدر المستطاع، يمكن هذه قد نخالف بعض الآراء، اللي هي نحاول أن نبعد في الاستثمار عن الخدمات الأساسية، وإن كانت الخدمات الأساسية ضرورية. ليش نحن نتكلم على هذا الموضوع في وقتنا الحاضر؟ لأنه في ثلاث أشياء حقيقة رئيسية. الأولانية وجود برنامج التحول، ومن ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن. برنامج خدمة ضيوف الرحمن أنا أعتقد أنه من أفضل الممكنات للمستثمرين أن يغيروا الصورة النمطية اللي نحن ماشيين عليها في قطاع الحج والعمرة. بوجود الأفكار الإبداعية اللي موجودة الآن في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والأهداف إن شاء الله بإذن الله اللي حيعلن عنها قريباً، حتغير التصور العام للحج والعمرة وقطاع الحج والعمرة وجميع الخدمات التي تقدم لهم. نحن نبحث عن خدمات نوعية وليس خدمات تقليدية أو ما يسمى بالخدمات الأساسية. وإذا كنا نقدمها الخدمات هذه، لازم أنها تقدم في خلال منظومة متكاملة موحدة، وليس مجرد عبارة عن خدمات منفصلة لا تتحدث مع بعضها ولا تتناغم مع بعضها. فإذن يجب أن نقدم باقة جديدة من الباقات الخدمات. هذه بعض الأمثلة من الأمثلة اللي هي ممكن أنها تقدم، اللي هي غير التقليدية. قبل يومين أو ثلاثة أيام، الله أعلم، ممكن قد يكون المتحدث اللي اتصل بي قبل عدة أيام كان بيسألني، قبل يومين حقيقة اتصل بي، كان بيسألني على فكرة من الأفكار أنه بينشئ منصة أبس أبليكيشن يدعو فيها جميع ملاك المساكن ويعرضها للإيجار، وتكون هي حلقة وصل بين الطلب وبين العرض. حقيقة كان بيسألني سؤال جدا، يقول لي أنت تمانع؟ قلت له لا يوجد أي شيء يمانع إذا كانت عندك التراخيص الخاصة بوزارة التجارة أو اللي هي ما تنظم الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، لا يوجد أي مانع. فإذا قد يكون التشريعات نوعا ما تكون حاجز، بس ما هي في كثير من الخدمات اللي يستطيع الواحد يقدمها الآن من غير ما تكون
له حاجز. طبعا معظم هذه الخدمات ما هي موجودة أصلا في الخدمات الأساسية التي تقدم الآن لضيوف الرحمن، فهذه يفترض أنها نجلب رؤوس الأموال للعمل في الاستثمار في هذا القطاع. الطموح كبير جدا جدا كبير حقيقة، ليس فقط في وزارة الحج وليس فقط في 32 جهة الموجودة في برنامج ضيوف الرحمن، لكن حقيقة هي رؤية وطن، طموح كبير ينقل قطاع الحج والعمرة من شكل الآن اللي نحن نمارسه ونتعامل معه إلى شكل مختلف. الشريحة هذه اللي بركز عليها، نحن نبحث على دور للقطاع الخاص وقطاع للحج والعمرة تقوده شركات وطنية ممكنة ومعززة من خلال وزارة الحج أو القطاعات الأخرى الثانية التي تعمل. توجه كبير جدا، خدمات جديدة يفترض أن تقدم في الإعاشة، في الخدمات، في تطوير حتى حقيقة العناصر البشرية التي تتعامل مع قطاع الحج. أنا أمس لما طلعنا على العرض اللي قدمته الدكتورة مديرة مشروع أو برنامج تيسير، حقيقة مذكروا أحد المبادرات اللي هي تطوير مخرجات التعلم والتعليم بما يتوافق مع التجارة المستقبلية والخدمات التجارية المستقبلية، أعتقد هو تحول جيد جدا. نحن نطلع على هذا الشيء بالضبط في وزارة الحج والعمرة. مثال أخير قبل ما أختم كلمتي، هذه أحد الأرقام يعني من أحد مؤسسات أرباب الطوائف اللي هي تقدم الإعاشة أو التغذية للحجاج. نحن نتكلم على أكثر من 15 مليون وجبة تقدم للحاج في فترة الحج، عدد كبير جدا. لازم هذه الأرقام تحرك المشاعر عند المستثمرين ويجدوا فيها أماكن يفترض أن تقدم. أنا أختم حقيقة كلمتي إنه وزارة الحج والعمرة ستكون لكم إن شاء الله بإذن الله للمستثمرين، هتكون ممكنة، هتكون معززة لآرائكم، ونتطلع لأفكار جديدة غير الأفكار التقليدية اللي هي تثري قطاع الاستثمار. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن أكون ما أطلت لكم، ويسعدني حقيقة تلقي أي اقتراحات أو أي أفكار جديدة إنها ممكن إنها تزيد من أعمالنا في وزارة الحج والعمرة. شكرا لكم وشكرا للجنة المنظمة للملتقى. أكمل؟ لا، أعتقد إنه يفترض إنه في جلسة أخرى تانية ستقدم، وكانت هي برضو تختص في مجال الاستثمار في الحج والعمرة، وبعض النقاط الرئيسية اللي هي تتحدث عن قطاع الحج والعمرة. حتى أبقى هنا؟ طيب ممتاز، يعني أعطوني وقت. طيب يمكن إذا كنت بكمل على النقطة الأخيرة اللي ذكرتها اللي هي مجالات العمل في الحج والعمرة. بوجود الرؤية 2030 أعتقد أنه غيرت التصور اللي كنا نتكلم عنه في السابق عن قطاع الحج والعمرة، ونرضى بالخدمات اللي هي كانت تسمى بالخدمات الأساسية التي تقدم لضيوف الرحمن. قد يكون هذا فعلا نحن نفتخر به، هذه الخدمات الأساسية، ولكن بأمانة مع مرور الوقت بدأنا نقتنع أنه هذه يفترض الخدمات، وهذه هي باقة الخدمات التي يفترض أنها تقدم لضيوف الرحمن. قد يكون بعض مؤسسات أرباب الطوائف بدأت تقدم خدمات إضافية أخرى تانية لضيوف الرحمن وتحقق من خلالها بعض الإيرادات الإضافية، لكن إذا أردنا أن نعمل بكل احترافية يجب أن ننتقل من تقديم خدمة إلى صناعة خدمة، إلى صناعة ضيافة في مجال الحج والعمرة. مجالات كبيرة جدا حقيقة في العمل، واتمنى ان شاء الله باذن الله يعني انه نحن نطلع كلنا طالما نحن من سكان هذه المنطقة، وتوجد قيادة حكيمة في منطقة مكة المكرمة تدفع بنا الى رؤية واضحة نعمل فيها على مجال كبير جدا، ليس فقط في وزارة الحج والعمرة ولكن حتى مع شركائنا وشركاء النجاح في
المؤسسات أرباب الطوائف أو القطاعات الحكومية الأخرى الثانية التي تعمل في مجال الحج والعمرة. إن شاء الله بإذن الله نحن عندنا على اللقاء كمان إذا كنت بسوي إعلان لبعض الفرص الاستثمارية. في أسئلة؟ ممتاز. طبعاً معاليك إحنا طمعانين فيك وطمعانين في وجودك، فأتمنى أنك تبقى على المسرح. كان لمعالي النائب 10 دقائق فقط من أجل المشاركة في هذه الكلمة الرئيسية، ولكن الزملاء الآخرين رأوا من الأنسب الإطالة ومشاركته أيضاً في الجلسة النقاشية المقبلة التي ستكون تحت عنوان خدمة ضيوف الرحمن، كيف يمكن لرؤية المملكة 2030 تلبية الاحتياجات الناشئة للحجاج. اسمحوا لي في البداية بأن أرحب بمدير هذه الجلسة الأستاذ الدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال، عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز. ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في الجلسة السادسة لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي والمخصصة اليوم لخدمة ضيوف الرحمن، كيف يمكن لرؤية المملكة 2030 تلبية الاحتياجات الناشئة للحجاج. واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذا المنتدى المتميز. الإخوة والأخوات الكرام، من البداهة أن نقول أن المملكة العربية السعودية حماها الله تستمد مكانتها المتميزة والمتفردة في قلوب المسلمين من وجود الأماكن المقدسة. هذه المكانة أهلتها بالتأكيد لتتبوأ قيادة العالم الإسلامي وأن تصبح محط انظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وقد أدركت ذلك الحكومات المتعاقبة في هذا البلد المبارك، فقامت بتسخير كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الحجاج والمعتمرين كعنوان لكرم الضيافة وحسن الوفادة. وفي هذا السياق يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله: نشرف جميعا بخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، ونبذل الغالي والنفيس في سبيل توفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. انتهى. وفيما يتعلق برؤية 2030، تؤكد الرؤية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتشير بوضوح إلى أهمية إثراء تجربة الحجاج الحج والعمرة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الحج والعمرة وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى الاهتمام بالتجربة الثقافية لهم من خلال التوسع في إنشاء المتاحف وتهيئة المواقع السياحية والتاريخية والثقافية. وتستهدف الرؤية أيضاً زيادة عدد الحجاج إلى 5 مليون حاج، والمعتمرين إلى 15 مليون معتمر في عام 2020 إن شاء الله، مع التطلع إلى مضاعفة عدد المعتمرين إلى 30 مليون بحلول عام 2030. وأخيراً يتوقع أن توفر برامج الرؤية أساساً قوياً لضمان العلاقة مع القطاع الخاص ودوره الفعال في تقديم أفضل الخدمات في الضيافة والإقامة وغيرها من الخدمات الضرورية لضيوف الرحمن. ضيوفنا الكرام، اسمحوا لي بدعوة المشاركين في هذه الجلسة للحضور
للبدء في النقاش، علما بأنه سيتم تخصيص وقت للحضور للمشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات. اسمحوا لي أن أتوجه بالدعوة إلى سعادة اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى للتفضل، مدير عام الجوازات. سعادة اللواء سليمان يحمل ماجستير في العلوم السياسية وتقلد الكثير من المناصب العسكرية في الأمن العام، وأهتم شارك بمواسم الحج في العمليات والتخطيط بشكل متتالي من عام 1400 إلى 1424، ومدير عام للجوازات ومشرفا ميدانيا على أعمال الجوازات في الحج من 4 سنوات. الإخوة المشاركين أيها السادة والسيدات يحملون سيرة ذاتية كبيرة، فاسمحوا لي ونعتذر منهم مقدما أن نقدم فقط بريف أو مختصر شديد عن كل واحد منهم. المشارك الثاني الأستاذ هندي عبد الله السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، فليتفضل. الأستاذ هندي يحمل بكالوريوس، يحمل ماجستير في المحاسبة، وعمل في شركات الصناعات الكيماوية كمدير مالي وإداري ومستشارا ماليا بأمانة مجلس الوزراء، وعمل وكيل وزارة للشؤون المالية والحسابات وزارة المالية، وعمل وكيل وزارة للشؤون الميزانية والتنظيم بوزارة المالية، ويشغل حاليا مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية حتى التاريخ الآن. أدعو الآن السيد ذو الفقي سعيد المدير العام لمركز السياحة الإسلامية، فليتفضل. انتدب السيد ذو الفقي سعيد ليشغل منصب المدير العام لمركز السياحة الإسلامية من ديسمبر 2013، ويعتبر هذا المركز واحد من 12 مركز تنطوي تحت إطار وزارة السياحة والثقافة في ماليزيا. يمتلك السيد ذو الفقي خبرة مهنية تزيد عن 30 سنة في مجالات تشمل الأبحاث والخدمات المالية وتطوير القطاع والترويج المالي، الترويج الدولي أيمين. أدعو الآن السيد فضل بحر الدين، فليتفضل. السيد فضل أسس فضل شركة كريست ريتينج عام 2008 لمساعدة قطاع السياحة والضيافة، ويعتبر أو أدرج اسمه بين 20 شخص على قائمة قوة الحياة، ويعتبر واحد من أهم 50 قائد في قطاع الاقتصاد الإسلامي، واستكمل برامجه التنفيذي من جامعة ستانفورد والجامعة الوطنية في سنغافورة، ويحمل أيضا دبلوم في الصرافة الإسلامية وغيرها من الشهادات المهنية. اسمحوا لي الآن أن أدعو المهندس هشام حمامي، فليتفضل، مستشار وزير الحج والعمرة والمشرف على تقنية المعلومات في وزارة الحج والعمرة. خبرة في مجال التقنية أكثر من 25 سنة، قضى 26 سنة من حياته في الولايات المتحدة، 16 سنة منها في ولاية أوهايو، عمل في جهات كثيرة مثل سمارك وأرامكو وبناجة، ولديه مكتب استشاري لتقديم الخدمات التقنية. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ دكتور عبد الفتاح من سليمان مشاط، اللي يشرفنا أيضا في المشاركة، نائب وزير الحج، وسيرته غنية أيضا، كان أستاذا في كلية الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز، ومن ثم عميدا لقبول والتسجيل، ومن ثم عميدا لكلية الحاسبات، وأخيرا وكيل للتخطيط، وكيل الجامعة للتخطيط، ومن ثم صدر القرار الملكي أو الأمر الملكي بتعيين مدير الجامعة جدة، وأخيرا قرار أو المرسوم الملكي بتعيين نائب وزير الحج، يحمل الكثير من الخبرات في عدة مجالات. اسمحوا لي الآن أن نبدأ الحوار وأرحب بالزملاء المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم. سيكون إن شاء الله الوقت مخصص ومقسم بالعدل بين المشاركين. اسمحوا لي أن أبدأ هذا النقاش مع سعادة اللواء سليمان اليحيى. سعادة اللواء، الرؤية طموحة وتحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر. عدد الحجاج والمعتمرين سيزيد إلى 5 مليون، والمعتمرين إلى 15 مليون بعد سنتين من الآن. فما هي
استعداداتكم وخططكم لمواجهة هذه الأعداد، خصوصاً أن هذه الأعداد كبيرة تحتاج إلى أمن وتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى متابعة. تفضل الله يحفظك للإجابة، وإذا كان عندك برزنتيشن ودك تقدمه تفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أرحب بالأصحاب المعالي والسعادة الحضور ذكوراً وإناثاً، والحقيقة أنا تشرفت بأن أكون أحد المتحدثين في هذه المناسبة المباركة، والتي هي خدمة ضيوف الرحمن، وهي الخدمة التي ميزت المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن ما نقدمه نحن فريق من ضمن منظومة كاملة للدولة، وفقهم الله جميعا مثلما أشار معالي وزير الحج والعمرة، يعني أكثر من سبعين دائرة أو جهة حكومية أو خدمية مشاركة في هذه المهمة. وكما قال سمو سيدي ولي العهد حفظه الله دائما وبتوجيهات من مولاي خادم الحرمين الشريفين، إنه هدفنا خدمة الحاج وإسعاد الحاج، يعني ليس فقط إنه تسهيل إجراءات الحاج ودخوله، نسعى إلى أن تكون رحلة الحج والعمرة رحلة ممتعة يتمناها كل إنسان وفي أي وقت فيما يتعلق بالعمرة. طبعا نعرف لما توجهات الدولة حفظها الله في عملية التوسع في الحج والعمرة، وبالذات الحج محدود في وقت معين، لكن العمرة كانت محددة في أنها تبدأ من شهر 3/15/3 حتى نهاية 25 رمضان. طبعا هذا العام بدأت من 1 محرم وتنتهي حتى نهاية شوال، هذا التوسع في الفترة في المدة. طبعا الآن اللي هو استأذن سعادة مدير الجلسة أنه أعرض بشكل عام يعني الأعداد. إحنا لغة الأرقام، نحن نتعامل بلغة الأرقام، فبالتالي لغة الأرقام تحدد مسارك وين اتجاهك. لغة الأرقام تحدد مسار والاتجاه. فإذا سمحتوا لي نبدأ يعني بعرض سريع، يعني بنعمل سكيب للصفحات طبعا المعروفة، ما هي مهام واختصاصات الجوازات. الجوازات جزء لا يتجزأ من أنظمة الدولة، لكن نحن مسؤولون مسؤولية تامة عن دخول كل شخص. أنا لا أتعامل ككتلة، أتعامل مع كل فرد بعينه. الفرد هذا لازم أضمن هويته، أنه هذا الشخص هويته كذا وموقعه كذا، وأنه لا يزال داخل المملكة أو خارجها. فبالتالي مهمة حساسة وقوية لا تحتمل يعني عملية التساهل، أنه والله اختصر في إجراءات، لكن نختصر ما قبل الإجراء الأمني المطلوب. فإذا سمحتموا لي يعني أقوم بشرح إذا كان أستعين في عملية قريبين هنا طال عمرك. أيوة هنا. أوكي. ما يرجع أوكي. أوكي. أها بس انعكستها. طبعا بشكل سريع عن مهمة الجوازات، اللي هو احنا نعرف الان لما تشوفوا صالات الحج قديش الموجود عندنا في صالات الحج والعمرة، عندنا 144 كاونتر تستقبل. طبعا على اساس اعرض السريع انه طبعا ما هو التطور اللي حدث هنا. اول كان حتى التأشيرة في الزمن السابق لا كانت تأتي، لم تكن تأتي الكترونية، الان التأشيرة الكترونية. ايضا موضوع البصمة ما زال كان في بطل في البصمة، كان يستغرق الحاج أو المعتمر من 5 دقائق فأعلى، الآن أصبح 40 ثانية أو أقل للشخص الواحد. وهدفنا الذي نسعى إليه الآن إما أنه زيرو، يعني يكون جاهز من الأول ويدخل في أشياء أنا حنشرحها بعد شوي، يعني اللي هو اللي يسمونه الأوتو جيت، ليست الإي جيت. الإي جيت اللي هي الإلكترونية، الأوتو جيت اللي هي الأوتوماتيكية، مجرد ما يقبل يتعرف عليه ويكون قراءة. لكن الآن على أساس نستمر في العرض السريع، لأنه إذا أتكلمت أنا حتكلم 2 ساعة 3 أكثر، يعني لا أعتقد أنه 10 دقائق تكفي. طبعاً
المهام، عملية ماذا عملنا في استقبال، في عملية يعني في السنوات الماضية عملنا ما كان في يعني نستقبل الحاج، كثرة الحجاج، لأنه يأتي أولا الكشف الطبي والصحي، ثم بعد يأتي الجوازات وبسرعة بسرعة، وتأتي الرحلات متتالية وأحيانا رحلات متأخرة وتأتي. فتم وضع فريق عمل يعني استقبال يعمل توزيع ويرحب طبعا بهؤلاء الناس. اولا كان لا ترحيب شفهيا، حاولنا انه يكون الكتروني بحيث انه يحمل كل منهم جهاز ايباد وفيه ايقونات للغات، بحيث انه اذا كان ما يعرف، لانه احيانا وفرنا مجموعه قلنا هذا مترجمين، وجدنا ان عندنا عده لغات لا تستطيع انك تهيمن على كل اللغات، لكن كترحيب عندنا متخصصين او مترجمين في حاله المناقشه والاستفسار والتسهيل. عموما يعني الاجهزه هذه مجرد فقط الترحيب بلغه الحاج بحيث تبث الطمانينه له. احنا نبغى اول ما يجي استقبال البشاشه، التدريب المستمر عندنا، المتابعه. طبعا اللي هي التقديم، في عندنا تقديم الخدمات اللي هي تصير يعني في المداخل، عندنا موضوع التعرف او هويات المنومين في المستشفيات، يعني تأتينا حالات انه اناس مجهولي الهويه دخلوا المستشفى وفي غيبوبه ولا نستطيع ولا يعرفهم احد، اجهزتنا متنقله، نحن عندنا الشنط تؤخذ فتحقق من بصمه الشخص ونستطيع ان نتعرف على هويته. ايضا جتنا حالات طلب منا ان نستكشف ونستطلع ونستعلم عن بصمه المتوفى، في متوفى استطعنا، بعضهم يعني له اكثر من يوم، يعني عاده الاجهزه الالكترونيه انه يقول لك لا يتجاوز 24 ساعه على اساس انه لا تختفي العلامات في الاصابع، ولكن ثبت عندنا بالتجربه المؤكده انه حتى لو تجاوز هذه المده، فاجرينا تجربه على متوفى كان امضى اسبوع بعد الوفاه رحمه الله عليه فاتضحت هويته. ايضا صار اشكاليه بين شخصين في كلهم يتنازعون على الجثمان، هذا قريب لي وهذا قريب لي، طبعا بتينا في هذا الموضوع وانتهينا. في موضوع التعرف على الأشخاص أحيانا الأحياء فيما يتعلق بالتأهين، نقول هناك هذه الخدمات مقدمة وخدمات متوفرة، يعني في حالة أن الجهة طلبت هذه الخدمات طبعا فيما يتعلق في التوعية وموجود. طبعا الآن لو نلاحظ خلال 4 سنوات الماضية أعداد المعتمرين، انظر الزيادة، لاحظنا نقصان في عام 36 النقص، لكن الازدياد المضطرد الآن اللي هو 37 38 39، يعني الآن وصلنا يعني إلى أمس 5,493,000 تقريبا، وأتوقع أنه يعني ما يجي نهاية الموسم هذا إلا تجاوزنا هذا العدد، فما زال أمامنا شهرين وبقية هذا الشهر. طبعا نقارن الحجاج، لاحظوا الزياده، بدات زياده مضاعفه، لكن العمره تختلف عن الحج. نحن الحج محصورين في 35 يوما، يعني 35 يوم انجزنا في عام 38، انجزنا 1,754,424. وش انجزته؟ انجزته دخولا يعني تبصيما وتصويرا ودخولا، أصبح هذا الشخص معروف الهوية مما جميعه، يعني لا يستطيع إنسان يقول هذا شك ولا هذا أخذ جواز فلان ولا هذا طلع بجواز فلان. فهذا العمل القوي، طبعا يجي واحد يقول لي تعال أنت بتأخر الحجاج ولا عشان تبصيم، لا، أسرعت البصمة وتطوير البصمة. الآن لو أقول لكم أنه 1,700,000 ما بقي منهم، يعني لم يبصم إلا 172 شخص، مو بالألف، 172 شخص يعني ما زالوا موجودين في المملكة. طبعا نجي للتخلف، أنا من التحديات اللي تواجهني التخلف، يعني اللي يتأخرون، ما هو أنه يتأخر شهر ولا شهرين ولا يبغى يتأخر للأبد. فعندي فيما يتعلق في العمرة، عندي فيما يتعلق بالحج، التخلف هذا هو الهاجس، ولكن الحمد لله بدأ يتقلص بعد ما بدأ التوثيق للعملية الدخول والخروج، أبدأ تقلص، يعني لاحظ أن السنوات الأخيرة من 4,000 إلى 5,000 وينقص إلى أقل ولله الحمد، وهذا يعتبر في حد ذاته تحدي من التحديات اللي نحاول
طبعا الآن نلاحظ القدوم، أغلبية القدوم هم في مطار ملك عبد العزيز. الآن عندنا هذا من التحديات، طبعا يمكنني أحرقت أسئلة الدكتور توفيق فيما يتعلق في الأسئلة القادمة، لكن نخليها مرة واحدة. طبعا لما تحدد لي المنافذ تقول إنه لازم الحجاج ما يجول من هذا المكان، أو يعني عندنا مطار الملك عبد العزيز ومطار الأمير محمد في المدينة المنورة، هذه هي اللي الضغط عليها الكبير، عندنا المنافذ الأخرى أقل، فقد نأتي إنه الزمن، مدة الزمن الحج عندي 35 يوم، هذا لازم أتصرف فيها إذن، ولازم أتصرف من المطار هذا. طيب ماذا يحكمك في المطار؟ الحيز يدفع. أنا الاستعداد موجود، استعداد القوة البشرية، التقنية والحمد تسعى الحيز، ولكن ما الذي يتعامل مع الحيز؟ ترتيب قدوم الحجاج. بعد شوي حنشوف كم عدد الرحلات تجي يومياً، على أساس أنه لا يأخذ الوقت طبعاً الأعداد الحجاج المعتمرين نجي. طيب لاحظوا هذا بالأيام، لو بدأنا من أول، لاحظوا في أول الموسم، طالعوا في أول الموسم، ما أدري ما هي واضحة هنا، واضحة ممتاز. لاحظوا في 11 أو أنا ما أشوفها هنا. طيب في شهر 11 في البداية، شوف كيف العدد، متى يبدأ الكثافة؟ عندك في 25. إذن الكثافة، هل فعلا احنا نتكلم الكثافة قدوم الحجاج من حيث عدد الرحلات تزداد في هذه الفترة، وأيضا من حيث الساعات اليوم الواحد. بعد شوي حيطلع لنا اللي هو طبعا الرحلات، هذه عدد الرحلات القادمة كيف انها يزداد عدد الرحلات. شوف بداية 222 في 25، ما نتكلم قبل 25/11، لكن من 25/11 فما بعد نلاحظ أنه 222 حتى تصل 293 في آخر الأيام، يعني رحلة في اليوم، كم رحلة في اليوم. إذن هذا من التحدي، طبعا هذا نموذج ليوم 25. لاحظوا الساعات، لاحظوا قدوم الساعات وعدد الحجاج في تفاوت، فالتفاوت هذا يسبب أحيانا ضيق، أحيانا تأخير رحلات بتجي، بيصير الرحلات أحيانا العصر المفروض تصل ما تصل بعد المغرب، ورحلات بعد المغرب صارت إضافة إلى رحلات بعد المغرب، هذا يسبب عليك ضغط. طبعا هذا الضغط يبغى له زيادة يعني تشغيل، يبغى له طبعا الأيام، شوف معادلة الأيام كيف، الأحمر هذا هو الزيادة، زيادة عدد الرحلات مع عدد الحجاج، الباقي لو نظرنا إلى ساعات، أحيانا ساعات الصباح وبعد الظهر يكون العدد قليل جدا، فمفروض أن نستفيد من هذا الشيء. طبعا كل هذه على أساس ننتهي من طبعا هذا نفس الطريقة، المطار الأمير محمد، شوفوا وين الكثافة، الكثافة من مثلا 16/11 طائم من الكثافة قبل ما يصير مطار ملك عبد العزيز، لأنهم هم الحجاج بيجون للمدينة كزيارة، فيصير في عندهم كثافة، لكن أكثر انضباطا الرحلات وفي توزيع وقت هناك، فبالتالي نعاني قليلا ولكن لا نعاني كثيرا. أعداد المعتمرين للسنوات هذه نفس الأشهر، الآن لاحظوا 39 الأشهر، لاحظ رجب الآن وصل، لاحظوا محرم 64. طيب احنا نقدر نصل إلى المليون لو قررنا الآن، إنه مثلا يعني لو قلنا من الآن، لأنه في سؤال طرح على معالي الوزير إنه هل نبدأ، كيف نبدأ في خططنا، نقول نبدأ من الآن، فنستطيع إن لو خلينا مثلا أقل شيء، أنا أقول ما أقول إنه الحد، أقل شيء إنه مليون شهريا نستطيع نستوعب، معناها إلى نهاية شوال كم يصير عندنا؟ 10 مليون، بالتالي تحقق هذه الرؤية. أيضا هذا تراها مقصور على المنافذ اللي قلنا تكلمنا اللي هي مطار، ما بالك لو فتحنا منافذ كلها؟ خذ 100 مليون، ما بقول لك أنا 10 ولا، يعني افتح المجال وطول السنة من 1 إلى 30، فبالتالي في فرص موجودة والاستعداد موجود والدعم من ولاة الأمر. أنا أتكلم فيما يتعلق في الجوازات، عندنا سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الحقيقة العام الماضي على أساس كان يتابع خطوة بخطوة، والآن يتابع يقول أنا ما بيهمني وش التكلفة، ما يهمني وش، أنا أبغى كيف أنه نحقق رؤيا مولاي خادم الحرمين في عملية إسعادهم، السرعة في إجراءاتهم، عدم
يعني شعورهم بالخوف، وهذا اللي يبدأ في عملية التجربة اللي نحن بصددها الآن فيما يتعلق بالتبصيم أو الدخول في الخارج. يمكن نخليها نقطة ثانية نتكلم عنها. طبعا المعتمرين عن طريق المطار الأمير محمد كذلك، كيف طبعا الآن عندنا، طبعا عندنا المبادرات نختصر اللي هو إنهاء إجراءات لظروف في بلدانهم، هذه من الأشياء. طبعا ممكن بعد شوي قد أخذ الحصائص الحيوية في السفارات سواء كان عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق جواب مشترك، وحنا نتكلم الآن ما نتكلم كفريق عمل لوحده، وحنا نتكلم كفريق عمل مشترك من جميع قطاعات الدولة، وما نعتبر أنفسنا في الجوازات إلا جزء لا يتجزأ من المنظومة، ولا نحاول أن نأخذ إجراء مستقل لأنه لا نستطيع أن نعمل لوحدنا، ولا أي قطاع آخر لا يستطيع أن يعمل لوحده. طبعا تطوير الأنظمة الأمنية فيما تكلمنا أنه الآن نسعى إلى عملية أنه البوابات الإلكترونية، البوابات الأوتوماتيكية، عملية البصمات، عملية أنه دخول الحاج مثل ما قال مع الوزير، يمكن ما نحتاج جواز في المستقبل، وهذا اللي نبني. لما تكون الخصائص الحيوية موجودة إذا جوازك يدك، جوازك وجهك، جوازك عيونك، فالاستفادة من المنافذ كلها. نتكلم عن المبادرات في سؤال ثاني. الله طيب أجل نتوقف عند هذا الحال، أجل خلينا جزاك الله خير. شكرا. قدم عرض جدا رائع عن الوضع الحالي والمستقبلي أيضا للجوازات. قد يكون هناك سؤال ثاني سعادة اللواء، نتكلم فيه عن المبادرات بعد شوي إن شاء الله. أستاذ هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، الجميع هنا يفكر في دور وزارة المالية ويعتقد أن وزارة المالية لها دور محوري جدا في تنفيذ هذه الرؤية 2030 فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن. حدثنا عن الدور المتوقع وما إيش كنا احنا نتوقع وتوقعات الآخرين منكم أن يكون هناك جهد كبير من وزارة المالية. نسمع منك طويل العمر في حدود 5 إلى 7 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صبحكم الله بالخير، وأنا اليوم سعيد بالمشاركة معكم وفخور جدا، وإن شاء الله نقدم ما يفيد الأخوان الحضور. طبعا دور وزارة المالية متمركز في موضوع تمكين الجهات الحكومية من خلال الدعم، سواء الميزانيات اللي تصدر من وزارة المالية للجهات الحكومية وتخصيص المبالغ لبعض المشاريع، أو من خلال تنفيذ وزارة المالية نفسها لمشاريع الحرمين، واللي الوزارة اليوم هي اللي تشرف على المشاريع في مكة والمدينة. الرؤية حددت بعض الأهداف، يعني في أهداف محددة للحج والعمرة، وسعادة اللواء تكلم عنها، وخاصة فيما يخص زيادة المعتمرين من 5 إلى 20 مليون ثم في العام 2030. وفي التأكيد هذا يحتاج عمل كبير، يعني التحديات اللي ذكرها سعادة اللواء كذلك في العرض حقه، أنه هالأعداد هذولي وين بيروحون، يعني في النهاية يعني تحتاج أنه يكون هناك يعني expansions وتوسعات كبيرة في الحرمين الشريفين، وليس فقط توسعات في الحيز المكاني، ولكن كذلك توسعة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن اللي يأتون لهالمواقع. وزارة المالية تقريباً من حوالي سنة ونص أنشأت مكتب لإدارة المشاريع على مستوى عالي يشرف على إدارة مشاريع الحرمين، في مشاريع قائمة وفي مشاريع مستقبلية. المشاريع اللي قائمة اليوم اللي هو التوسعة السعودية الثالثة، وقاعدين ننتهي منها يعني مرحلة بمرحلة، وفي كذلك مشاريع الخدمات المصاحبة مثل مستشفى الحجون، ومثل كذلك المباني الأمنية اللي ستكون حول الحرم، وكذلك الجسور للمشاة. في الحقيقة العمل في هذا النوع من المشاريع ليس بعمل يعني هين ويختلف، يعني هذه يعني يونيك بروجكت، ما هي مشاريع عادية يمكن أن تدار مثل إدارة أي مشروع ثاني. والسبب في الحقيقة إلى طبيعة العمل في المكان، يعني تخيل أنك تبغى تنفذ مشروع ولكن ما تبغى تسوي أي انتربشن، تبغى الجميع يأدون يعني مناسكهم بيسر وسهولة وتحافظ على سلامة الحجاج والمعتمرين.
في مشروع تونا منتهي منه وهو تأهيل بئر زمزم. يعني أنا أنصح الجميع بالاطلاع على كيف تم يعني هذا المشروع. يعني هذا مشروع نادر، ما هو بس إنه يعني يونيك، لكنه في حتى في العالم نادر. يعني طريقة العمل فيه فيها تقنية عالية جدا جدا، يعني تأهيل بئر زمزم والنزل إلى الطبقات السفلى ومعرفة مستويات المياه والتأكد إنه ما يصير فيه تلوث واستخدام مواد يعني تحافظ على مواصفات مياه زمزم. هذا كله يعني شيء ما هو في الحقيقة يعني سهل. المشاريع كثيرة اللي الآن الوزارة تشرف على تنفيذها، وإن شاء الله أنها تنتهي حسب المخطط لها، وفي تنسيق كامل بين وزارة المالية وأمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية ورئاسة شؤون الحرمين فيما يخص الأعمال. فالتحديات في الحقيقة كبيرة، لكن بتعاون الجميع وتضافر الجهود سيتم يعني إنجازها إن شاء الله بأسرع وقت، ويستفيدون منها الحجاج والمعتمرين، ونقدم لهم الخدمات التي تليق بضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، اللي هي على رأس أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. المشاريع اليوم تمشي على وتيرة جديدة سريعة جدا، أسرع مما كانت عليه في الماضي. جميع الاحتياجات المالية متوفرة لهذه المشاريع. المشاريع هذه تحدي فيها هو الوقت، يعني مثلا عندك من رمضان إلين الحج جدا صعب العمل في هذا الوقت، والإنجاز يكون جدا ضعيف، لكن لا نتوقف عن العمل، يكون في عمل بقدر المستطاع، لأنه مثلا الحرم يكون زحمة ولا عندك مجال حتى أنك تخزن مواد قريبة من يعني من الصايت اللي أنت تشتغل فيه. يعني لازم تكون موادك برا، فعشان تدخل وتعمل هالأعمال هذه، كل هذه في الحقيقة تحديات قد تكون يعني بشكل يومي. لكن بمشيئة الله تعالى أن المشروع سينتهي على الوقت المحدد له، وسيستفيدون من الحجاج والمعتمرين، وستزيد الطاقة الاستيعابية في مشاريع أخرى كذلك، حتى في المشاعر المقدسة للوزارة ينفذونها الزملاء في مكتب المشاريع. إحنا أنشأنا مكتب المشاريع على مواصفات عالية، وتعاقدنا مع أفضل الشركات العالمية للإشراف على تنفيذ وخطط أعمال المشاريع ومتابعتها بشكل دوري، ومعالي وزير مالية وسمو أمير منطقة مكة المكرمة يتابعون بشكل دوري، يعني بتقارير أسبوعية وشهرية ولقاءات يعني متواصلة بين فرق العمل في هذه المواقع. فدور الوزارة في الحقيقة هو تمكين الجهات الحكومية من تأدية خدماتها في المواقع هذه، من خلال يعني الانتهاء من المشاريع التوسعة، حتى نستطيع أن نستقبل أكبر عدد يعني من الحجاج والمعتمرين في الحرمين الشريفين. وهذا هو الدور الحقيقة المأمول من وزارة المالية. ننتقل الآن للسيد ذو الفقي سعيد. أستاذ ذو الفقي سعيد مدير عام مركز السياح الإسلامي في المملكة. سؤالي للأستاذ ذو الفقي سعيد، كيف يمكن أن تستفيد المملكة العربية السعودية من الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين لتعزيز الجوانب الأخرى من السياحة، وأقصد هنا السياحة الثقافية مثل زيارة المتاحف، زيارة المناطق التاريخية؟ How can Saudi Arabia benefit from the large number of Muslims to come to Mecca to promote other aspects of tourism such as visiting museum and historical area? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم to everyone. My thanks to the organizer for inviting me to this forum. And I also would like to congratulate on the Vision 2030 initiative by the government of the Kingdom of Saudi Arabia. Now, in responding to your question, Professor Taufik, how can the Kingdom benefit from these pilgrims averaging around 2 billion a year that comes to Saudi
for purpose of Hajj and Umrah, in particular Umrah. I think there are various sectors here that can benefit from this Hajj and Umrah pilgrims, particularly for post Umrah, because the period of Umrah is generally much shorter than the period to perform the Hajj, whereby most of the pilgrims, after spending close to a month for Hajj, they would immediately want to return back to their respective countries. But for Umrah, I think the benefit, the potential here is huge. I've listed here several sectors that perhaps the kingdom can look at in expanding or extending the stay of these pilgrims after performing the Umrah a little bit longer in Saudi. For instance, the hotel sector perhaps can be developed, where various types of accommodation can be developed to cater for family travelers, because now we are seeing more pilgrims that come for Umrah bringing their families along. Particularly now, with small children. Those days, we seldom see travelers, pilgrims, bringing their children, family members to come together for them when they perform the Umrah. So you can perhaps look at developing some hotels or places of accommodation to cater for family needs. And also, apart from that, of course, not forgetting the elders, the elderly. We look at the retail sector. Speaking from the experience of Malaysian pilgrims coming for Umrah, every time they come for Umrah, one of the activities that they indulge is shopping. The retail sector can also benefit from this. So more shopping areas perhaps can be developed to bring the pilgrims to come and you know, spend more money here. But of course, the main reason to come to the Holy Land is for religious purposes. So I think there should also be initiative for these activities to also be inclined towards more of a religious experience, to further strengthen their akidah with the religion, and also strengthen silaturahim among other pilgrims coming from all over the world. The transport sector can also benefit from this. People will travel, the pilgrims will travel to Medina, to Jeddah, and maybe to other parts, nearby towns or cities or villages that have attractions where these pilgrims can benefit from experiencing local culture, learn perhaps the way of life here to enrich their experience, not just the religious experience. The food and beverage sector can also benefit. Everybody needs to eat. And I think this is a good opportunity here for businesses here to develop and give more food and beverage services to their pilgrims when they come here. Restaurants can serve many kinds of food, not just local food, but also international cuisine, whereby the pilgrims coming from various countries around the world, not just Islamic countries, but also residing in non-Islamic countries. And when I mentioned about the retail sector, you know, you can also expand the production of local products and local handicrafts. Speaking from the experience of Malaysian pilgrims, they like to buy many kinds of souvenirs when they come here to bring back. And of course, from the usual things like the dates and religious things that they bring back, you can also see whether there is any opportunity of any local handicrafts that can be, you know, expanded here
for people to bring back as souvenirs to remind them of their visit to the Royal Kingdom here. And another sector perhaps that can be expanded also is the medical sector, whereby pilgrims that come, whether it's for Hajj and Umrah, when they fall sick, so they need to also look for medical services. So I think this is one area where the kingdom here can also benefit, providing clinics, special medical centers to cater to the needs of the pilgrims when they fall sick. So you have medical services that cater to many kinds of treatments. We cannot be sure what kind of sickness these people will experience, particularly those coming here to Umrah during the hot season. You have the elders, they might experience because of the heat, they might be dehydrated and those kind of things. And I think we also need to look into the needs of the disabled pilgrims that come here. Their services can also be expanded to serve the needs of these people. I think those are some of the observations that I can share when you talk about benefiting from the post Umrah in particular. But I think the whole experience must try to strengthen the religious whole and beliefs, and also an opportunity must be also ensured to strengthen silaturahim among all Muslims coming from all parts of the world. Saudi can be the focal center point for this purpose. Inshallah. Thank you. Thank you. Thank you. في نفس السياق مستر فضل بحر الدين رئيس تنفيذي والمؤسس شركة كريسنت ريتينج 10% من سوق السياحة في العالم خاص بالمسلمين يصرفون they spend more than $167 billion we expect in 2020 they will spend more than $220 billion. My question is, how can Saudi Arabia convince some of them to come or to visit the Saudi Arabia? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Thank you very much for having me here today. So I'm just going to take a little bit global view of Muslim travel beyond Hajj and Umrah, and then come back to Hajj and Umrah and see how that impacts Hajj and Umrah. The Muslim travelers actually are one of the fastest growing segments in the world today. Just to give you some numbers, in year 2000, we estimated there were only 25 million Muslim travelers. When I talk of Muslim travelers, I'm talking about Muslims traveling for leisure, business, and religious reasons, leisure being the highest part of the Muslim travel. Last year, we estimate that there were 131 million Muslim international visitors. They spent around $167 billion in travel expenditure. So now, just to put Hajj and Umrah into perspective, Hajj and Umrah last year, I think there were 8 million visitors. So you're talking only about 6 to 7% of the global Muslim travel market, which is Hajj and Umrah today. If you fast forward, we project by 2020, there'll be almost 156 to 160 million Muslim travelers spending about $220 billion. So if you want, just to put in perspective again, if you want 15 million to come to Saudi Arabia, you need to at least have 10% of that market. So it's important to understand, with the overall Muslim market, how that will impact the Hajj and Umrah. One of the other things also, so we actually release many reports every year. There is one report we release with MasterCard, which is called the Global Muslim Travel Index. It's an annual report that we release, which looks at the global market of Muslim travelers. Across
leisure, business, and religious travel. One of the other reports that we released last year was on the Muslim millennial travel market. So out of the 131 million Muslims who visited last year for whatever reason, almost 65 to 70% were under the age of 36. So they are a younger population. There are more and more young Muslims traveling these days. We estimate by 2025, the Muslim millennials will spend $100 billion in travel expenditure. I think that's important to understand the overall Muslim travel market, because there are so many disruptions in the travel industry today. How people book travel is changing rapidly, how people go on travel is changing rapidly, how people behave during travel is changing rapidly, especially driven by the younger travelers. So I think it's important, and this is eventually going to impact Hajj and Umrah. It's a matter of time how all this in technology, the behavior will impact Hajj and Umrah. So I think it's important to really understand the behavior of the overall Muslim market and see how that's going to impact Hajj and Umrah behavior, because it's a matter of time, both from a technology point of view and a behavior point of view. It's going to change. If you look at Hajj and Umrah outside of Saudi Arabia, how Hajj and Umrah, especially, okay, Hajj is a very, I would say, extremely regulated part, but when you look at Umrah across the world, it's still old style. How people book holiday, Hajj, Umrah, how people arrange themselves, it's ages away from how people are traveling now, using technology and traveling. That is not sustainable. There'll be disruption in that market. So I think it's really important to understand from Saudi Arabian point of view, because outside how Hajj and Umrah operators are dealing with Hajj and Umrah is 10, 20 years behind the travel technology today, definitely. So you need to really understand how that's going to change, because that's not sustainable. That's going to change. So coming back to your question, Doctor, is that how can Saudi Arabia get a higher share of the Muslim travel market? We have a report called Global Muslim Travel Index, which we release with MasterCard every year. So we actually rank countries on about 12 criteria and how Muslim friendly they are as for Muslim travelers. So we look at four areas. We look at access. Basically, when it's access, how easy it is to access the country. So it's about visa, it's about air connectivity, and it's basically about connectivity. And visa and air connectivity are so important for travel today. People make decisions, especially youngsters make decisions at a very short period. They're not planning for 1 year for their next travel. So you can't afford to have a visa process which takes 1 month. You want to make a decision and go tomorrow. So that has to be, the visa is so important. Air connectivity, direct flights are so important. So access is a key part of how we measure 130 countries in terms of how friendly they are. The second part is communication. So when you say communication, both internal communication and external communication. Yesterday's paper, I think the Saudi tourism ministry says they are going to launch this Saudi Arabia as a Muslim destination or something. I read that. I think if you look at many countries now, because Muslim travelers are one of the fastest growing markets. Everybody says Chinese are big, but Muslim travel market is as big as the Chinese market today. Last year, the Chinese travelers were also around 130 million. So a lot of countries are now targeting the Muslims to come to their country. They are doing many things. I think there has to be a lot of communication, like what you started yesterday, saying, communicating. Even if you're a Muslim country,
A lot of Muslim countries, you know, we work with say that, you know, we are a Muslim country, everybody will come. It doesn't work in the tourism industry. Of course, Ajay Umrah is different, but from an overall tourism point of view, you still have to promote your destination even though you're a Muslim country. So we look at access, we look at communication, we look at the environment. Environment, we look at safety, culture, and these aspects. And then, of course, services. So we actually brand it as ACES, A-C-E-S. So access, communication, environment, and services. I don't have the time to go into much details, but you know, it's important that from a Saudi perspective, because there is so much of emotional attachment to Saudi Arabia from Muslims. So you need to build on that. You cannot say yes, we are Saudi Arabia, they will come. Yes, they will come for Hajj and Umrah because that's a religious requirement. But if you want to go beyond that, you have to put in a lot of effort. It has to be a lot of effort in terms of promoting the destination. Thank you. أعتقد في كثير من العمل اللي ممكن يقام فيه لتسهيل أو الوصول لهذا الهدف إن شاء الله. مهندس هشام خبير التقنية. أكيد استخدام التقنية بيسهل كثير على الحجاج والمعتمرين. وزارة الحج من الوزارات الرائدة في استخدام التقنية. حدثنا عن تجربتكم في استخدام التقنية، مثل المسار الإلكتروني، الأسوار الإلكترونية، برنامج إلكتروني للنقل وغيرها أنت أعرف فيها، حدثنا عنها وكيف مطابقتها واستجابتها لتحقيق الرؤية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بس أعطيكم فكرة عن وزارة الحج. وزارة الحج وزارة تقنية، يعني حتى يعني تشوف معالي الوزير بروفيسور اوف اي تي، ونائب معالي الوزير بروفيسور اوف اي تي، فيعني عشان اقنعهم باي فكره تقنيه يعني هاف تو ورك هارد ات ات. بصراحه يعني فاحنا بدانا في التقنيه من زمان، حتى معالي الوزير كل ما نطرح عليه مشروع كان دائما يقول لنا نظف، خلينا ننظف بيتنا قبل ما ننظف بيت الجيران. وفعلا احنا بدانا في الانفراستراكشر حق الوزاره وطورناه ووصلناه الى حد انه دحين اتقبل اي تقنيه جايه جديده او حاجه زي كده. وبرضو احنا من اول الوزارات اللي بادرت في الـ في الـ في الاستثمار مع القطاع الخاص، وبنينا حتى نظام العمره ومسار العمره على هذا الاساس، وصار له شغال حوالي 14 سنه حاليا. وقبل حتى الفيجن 2030 احنا قدرنا بدأنا في تارجتد انه تزويد عدد المعتمرين وعدد الحجاج وبناء منصات إلكترونية عشان تساعد. التقنية دائما هي enabler، يعني هي دائما تول عشان توصلك للحد. ما تقدر تبدأ بالتقنية قبل ما تبدأ بالplanning والفيجن وال والصورة الكاملة. طبعا في مشروع كبير بين يعني بدأ فيه الوزارة مع خدمة ضيوف الرحمن ومع الفي ار او حق الوزارة، مكتب تحقيق الرؤية، لبناء منصة موحدة هي اللي حتحكم جميع الاكسسبيليتي لل يعني للحجاج والمعتمرين. لو اللي حضروا الاجتماع امس في الليل لمعالي الوزير لما قال الخطاب الفيجن هذه، الواحد يعني القصه انه وينث يعني مشي في رحله الحج وكانت كلها تقنيات، وهذه اكسسبل حاليا، يعني كل التقنيات اللي تكلم عليها معالي الوزير كلها موجوده. انت مجرد انك تبغى تولفها على اساس انها تعطيك الخدمات اللي تبغاها. يعني الحين انت لو تشوف قبل سنتين ايش الخدمات في الموبايل ابلكيشن، في السوشيال ميديا، في هذا، وقارنها بالآن، يعني حاجات يعني شطحنا شوط كبير في التقنية. فالمنصة يعني حاليا المنصات، كل منصات وزارة الحج مبنية mainly business to business business to government، يعني البزنس هو اللي بيسوي حزمة الخدمات ويحدد اسعارها طبعا بالريجيليشن حقت وزاره الحج وهذا، بعدين بيقدمها كباكجز للحجاج والمعتمرين.
الفكر لازم يتغير زي ما تفضل الأخ فضل، إنه إحنا فعلاً متأخرين في آلية تقديم الخدمة. يعني كل الخدمات حالياً is customer based، يعني أنت تبى تسافر حالياً تخش على booking، تعمل حجزك، تختار الأوتيل براحتك، تختار التذاكر الهدف. فلازم الخدمة حقتنا تتطور لهذا بنفس الفاعلية هذه. فالمنصة هذه هي عبارة جاية من الكاستمر سايد، يعني الكاستمر will go in، هو الكاستمر بيحدد الباكيجز حقته، بيختار مثلا أبغى أروح عمرة، أبغى أروح إن شاء الله أبغى أروح أسوي سكوبا دايفنج، أبغى أسوي فيشنج، أبغى جميع الخدمات حتكون في المنصة هذه. أبغى أتعاقد مع شركة تجي تعطيني عاشة، تكوي لي حوائجي، open platform لأي أحد يقدر ينزل خدمات فيها. طبعا عشان تبني منصة هذه لازم يكون عندك جزئين مهمين جدا، هو الجوفرنس اللي هو الحوكمة، وهذا لازم يكون أي منصة كبيرة زي كده في لازم يكون عندك يعني consolidation بين جميع الجهات الحكومية، لأنه لازم طبعا في إحنا وزارة الحج نمس جميع الخدمات الحكومية، مثلا خارجية، داخلية، صحة، عشان نقدم خدمة فعلا فعالة للحاج والمعتمر. فهو إذا فعلا أنت بتحسن خدمة ضيوف الرحمن، يعني أنت لازم تتعامل معاه ككاستمر وتحاول توصل له الخدمة هذه as easy as possible. طبعا الجزء الثاني من المنصة بما أنها technology based لازم يكون عندك R&D اللي هو research and development و center of excellence، لأنه التقنية كل بعد مدة هتتغير. إذا أنت جلست على تقنية معينة واحدة ومهما عملت فيها هتموت، لازم تطلع for the next technology. فلازم ال R&D research and development arm of the business دائما تطلع لك أفكار جديدة، آلية عمل جديدة. فلو تشوف ال opportunities لل investment huge، يعني وزارة الحج هي هتبني يعني زي ما تقول الرود ماب، الانفستمنت في من ناحية تكنولوجي، من ناحية لوجيستكس، من ناحية أي حاجة is huge. يعني فالمسارات يعني المسارات اللي تحدثت عنها already كلها موجودة حاليا عندنا. أنا ما بتكلم على الحاجات اللي already موجودة، أنا بنتكلم على المستقبل وإيش الانفستمنت opportunity في المستقبل إن شاء الله. ممتاز، مشاريع جدا واعدة ولله الحمد. سعادة النائب، نستغل وجودك معنا وتشريفك لنا في المشاركة في هذا الحوار. وزارة الحج كان لها رؤية، حسب معلوماتي كان لها رؤية ورؤية طموحة، والآن عندنا رؤية جديدة وطموحة أكبر. كيف ستقوم وزارة الحج بالمواءمة بين الرؤية الموجودة وطموح الوزارة مع رؤية 2030؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد لو تسمح لي دكتور توفيق إني لا يمكن أن يمر التقنية أمامي وأكون ساكت يعني حقيقة. فأنا يعني يمكن معلومة للأخوان والأخوات إنه وزارة الحج والعمرة حقيقة عملت بشكل كبير جدا على تطويع التقنية لخدمة ضيوف الرحمن. وزارة الحج هي من أوائل الجهات الحكومية اللي أطلقت المنصة الإلكترونية من قبل 15 سنة. كل المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية من خلال البوابة الإلكترونية وإصدار التأشيرات الإلكترونية حقيقة بتدار من خلال مركز المعلومات للحج والعمرة، بشراكة طبعا أكيد مع القطاعات الأخرى الثانية من مركز المعلومات في وزارة الداخلية وبعض أو قطاع الأمن الدولة. لكن حقيقة وزارة الحج والعمرة من القطاعات المتطورة بشكل كبير جدا في التقنيات، وخصوصا فقط الأسبوع اللي فات أعلنت لوزارة الحج والعمرة 3 جوائز ومعظمها كلها إلكترونية. فهذه يعني ودي إني بس أنوه لها. إجابة لسؤالك، دور وزارة الحج هي دور حقيقة زي دور كل قطاعات الدولة عندما أطلقت رؤية 2030. لما أطلقت رؤية 2030 وضعت حقيقة رود ماب وخريطة طريق لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاعات العاملة في الدولة،
ويجب أن تقوم جميع هذه القطاعات بالعمل الاستراتيجي وليس العمل الانفرادي. ميزة الرؤية 2030، كنا في السابق كنا نعمل كل قطاع من القطاعات كان يعمل بخطة استراتيجية منفصلة تماماً عن القطاع الآخر الثاني، ولا يتواءم مع القطاعات الأخرى الثانية، ولا يوجد أي رؤية شاملة تجمع هذه القطاعات. لكن مع وجود رؤية 2030 حقيقة ليس فقط أجبرت ولكن وضحت لجميع القطاعات الحكومية كيف تسير نحو التوجه الاستراتيجي، وهذا ما بدأت فيها وزارة الحج والعمرة. إنشاء مكتب لتحقيق الرؤية حقق ولله الحمد مكتب تحقيق الرؤية، صحيح أنه استعان في البداية مع جهات استشارية عالمية، وضع اللبنة الأساسية للتوجه الاستراتيجي مع وجود برنامج التحول واحد، مع ظهور برنامج التحول اللي هو التحول الوطني اثنين. الآن نحن بنقطف الثمار ولله الحمد في وزارة الحج والعمرة من خلال مكتب تحقيق الرؤية، توائمت جميع الأهداف بما فيها المستوى الأول اللي بعض يعني اللي عنده معرفة عن الرؤية، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث من الأهداف. نحن بدأنا نأخذ من المستوى الثالث وبدأنا ننطلق على وضعنا في وزارة الحج والعمرة، وضعنا المستوى الرابع والمستوى الخامس، وعليها بنينا مبادرات بعضها محورية وبعضها تنفيذية وبعضها حقيقة تمس ليس فقط الضيوف الرحمن ولكن حقيقة إعادة هيكلة لوزارة الحج والعمرة. الجميل في الموضوع ده، ويمكن أعتقد أنه أنا أتمنى أنه جميع القطاعات الحكومية تسير على نفس النهج ده، من يدير الآن مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج هما كفاءات سعودية مدربة ومؤهلة ولله الحمد وبأعلى درجات الكفاءة في العمل، انعكس بشكل كبير على مؤشر الأداء للربع الأول 2018 لوزارة الحج والعمرة. والحمد لله صحيح أنه في عندنا بعض النقاط الحمراء لكن معظم النقاط كانت خضراء، وهذا إنما دل إلى دل أنه وزارة الحج والعمرة ماشي إن شاء الله بإذن الله على المسار الصحيح في التوجه الاستراتيجي. ورسالة مني للجميع حقيقة، الدولة ماشية في توجه استراتيجي، فيجب أن جميع القطاعات الحكومية أن تفكر بهذا الفكر الاستراتيجي. شكرا. شكرا. أنا عندي أقل من 10 دقائق، بكون مختصر جدا، فأرجو أنكم تساعدوني في الإجابة لأن عندي أكثر من سؤال. في أقل من دقيقتين سعادة اللواء، هل يوجد لديكم في الجوازات مقاييس لرضا الحاج والمعتمر؟ طبعا خططنا يعني من السابق واللاحق، لكن يكون فيها تطوير وتجديد موضوع نحن نسميها الدروس المستفادة. الدروس المستفادة كيف نعثر على الدروس المستفادة من التجربة؟ لأنه كيف تنجح؟ تنجح إذا بدأت برصد الملاحظات وقبول الملاحظات من الطرف الآخر، صح. لكن إذا أنك يعني تنتظر الثناء والمدح والهذا لن تستطيع أن تتقدم أو تستطيع أن تعالج المشاكل التي تواجهها. إذن الشفافية، عملية الشفافية، نحن نزرع وندرب أفرادنا وضباطنا على عملية الشفافية. كن صريحا حتى لو كان ضد مديرك في الإجراءات، فيما يتعلق هالملاحظات على الإجراءات، على التعامل، على التقنية وما إلى ذلك، فنرصد ما هو سبب تأخير، ما هو الخلل الآن، ما هي الأشياء التي تستطيع أن تختصر إما إجراءات عشان تسرع أو تضبط الإجراءات بحيث أنها تكون دقيقة ويعني لا تؤثر في السير أو سرعة الله. شكرا. أستاذ هندي، عندي سؤالين وباختصار شديد لأني أعتقد أنها مهمة أنك تجاوب عليها. كيف هيكون دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الحرمين الشريفين؟ وكيف هتساعد وزارة المالية الجهات الحكومية؟ باختصار شديد جدا. طيب. طبعا القطاع الخاص يمثل يعني ركيزة أساسية ويمكن من أهمية القطاع الخاص مشاركته في موضوع الجي دي بي، مساهمته المستهدف للعام 2030 أن يساهم القطاع الخاص بحوالي 65% من الناتج المحلي. في نهاية العام الماضي الدولة أعلنت عن ستيمولس باكيج، يعني برنامج تحفيزي للقطاع الخاص بحوالي 72 مليار ريال. وبدأنا من بداية العام الحالي هذا العمل على إيجاد قنوات ومبادرات
لمساعدة القطاع الخاص. اليوم في قنوات حالية موجودة من خلال وزارة المالية في عملية الاقتراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم، وكذلك في عملية الضمانات التي تصدرها وزارة المالية للبزنس الصغير والمتوسط. ومن الصناديق الجديدة يمكن أكيد القطاع الخاص معه عنه هو رأس المال الجري، في صندوق اسمه رأس المال الجري، هذا سيدعم القطاع الخاص في الأعمال اللي يقومون فيها. كذلك سيكون فيه يعني مرحلة انتقالية للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي تواجه بعض التحديات خلال موضوع الريفورمز، الإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة الآن ومعاناتهم من بعض الرسوم التي قد تكون يعني يحتاجون أنهم يعني يتجاوزونها. ففيه يعني جزئية مأخوذة في عين الاعتبار من ناحية الدعم، وخاصة في برنامج دعم القطاع الخاص اللي هو الستيمولس باكيج اللي حوالي 72 مليار، والمقدر لين العام 2020 تقريبا يصل يمكن إلى حوالي 100 مليار، وبعد كذا إلى برنامج التوازن المالي في 2023 يصل إلى حوالي في حدود 200 مليار ريال، وهذا أعلن سابقا في برنامج التوازن المالي. أما من ناحية السؤال الثاني على موضوع دعم وزارة المالية للجهات الحكومية، اليوم وزارة المالية ممكن للجهات الحكومية، ونحاول يعني ترى يعني الأعمال اللي تقوم فيها الجهات الحكومية حتى على البزنس هاز يوجوال، يعني العمل حقه اليومي هو أصلاً يساعد في تقديم خدمات مميزة أثناء فترة الحج. فترة الحج جداً قصيرة، وفترة مثلاً العمرة والمراحل اللي تكون يعني تحتاج أن الجهات الحكومية تكثف جهودها فيها، لكن إذا كان ما في تطوير على مدار العام لن يكون هناك إمكانية أنهم يقدمون يعني في الحج خدمات يعني متميزة. كذلك يعني في مبادرات البرامج الرؤية، اليوم احنا عندنا 12 برنامج رؤية، منها برنامج من أكبر البرامج اللي هو برنامج ضيوف الرحمن، وكذلك يعني مكاتب التحقيق والرؤية اللي تكلم عنها معالي النائب واللي موجودة في كل جهة حكومية، والمكاتب الرؤية ومبادرات برامج الرؤية أعطيت كذلك استثناءات للتسريع لتنفيذ المبادرات الجاهزة، يعني حتى مع تطوير يعني نظام المشتريات الحكومية. واحدة من الأشياء اللي بيساعد فيها القطاع الخاص إن شاء الله قريباً سيصدر التحديث الجديد من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، واللي بياخذ في الاعتبار أفضل الممارسات المهنية ومحاولة أن يكون الإفيشنسي في تنفيذ أعمال الشراء والتعاقد بأعلى درجة وبأفضل تكاليف على الميزانية العامة للدولة. أوكي، شكراً. مستر ذو الفقي، in short please, how can Saudi Arabia benefit from the Malaysian success in the halal tourism market? In one minute, thank please. Thank you. Thank you, Professor Taufik. Well, 1 or 2 minutes is very much short time, but let me just say that I think one of the most important thing you need to look at perhaps is to have a very comprehensive tourism policy. You need to develop a comprehensive tourism policy that can list down what is needed to develop the whole tourism ecosystem. For Malaysia, the Ministry of Tourism was only formed less than 25 years ago. And the ministry regularly need to engage with the relevant stakeholders, all the tourism players, so that various friendly and important policies can be introduced to expand the industry. In the case of the kingdom, perhaps not necessarily in this order, you need to maybe have a national tourism policy which will list down the various needs, for example, improvement on infrastructure and facilities. What does the tourist needs, whether they are pilgrims or non-pilgrims? You need to look at what Fazal mentioned just now, accessibility, connectivity. We have friendly air policy or open sky policy where we encourage all global major carriers to fly directly to the kingdom so that you can easily bring
various all pilgrims coming from all parts of the world to connect with ease to the kingdom. And then of course, you know, you are going on your airport expansion, which is something good, so that upon arrival, all the necessary facilities and services can be catered. And then of course, other areas you can look at visa, the visa policy. This is very important, the visa policy Fazal mentioned just now. You want to give visa for purpose of Hajj and Umrah, the requirements is there, of course. But if you can maybe liberalize this to make it more friendlier so that, you know, people can have visa in good, quick time, that will be much more better. For non-pilgrims, how about non-pilgrims? What kind of visa you want to introduce? Do you want to open the kingdom to non-pilgrims or non-Muslim tourists, perhaps, so that you can spend more dollars coming here? And other areas I can also list down here, marketing and promotion. This is very important, marketing and promotion. As we speak, non-Muslim countries is also looking at the global Muslim traveler. Okay. Countries like Japan, Korea, and Taiwan, for instance, they are very, very serious in capturing the Muslim market. They have taken various initiatives, introducing halal restaurants in their countries, solat facilities, prayer facilities at the airport and at the tourist areas. Other areas I was mentioning just now on medical can be expanded. You can also maybe look at education. Education can be something also that can be, you know, put kingdom here as a center where Muslim students or non-students to come here and do research, perhaps, or exchange of students among Muslim. Okay. Muslim countries, people coming here to do undergraduates or postgraduate studies where, you know, their families can come and visit. This is what is happening in Malaysia, whereby we have many Muslim students now coming to Malaysia. You know, their families come to visit them during the holidays. And tourist products, tourism products is one area you can expand. Cultural and handicrafts, food and so forth. Okay, thank you, Professor. Thank you. Mr. Fadl, also in short, please, can you tell us about your experience in Christian Rating Company? Just 1 minute, please. So we started in 2008, Crescent Rating. Our objective was to really focus on the Muslim travelers globally. You know, it's also almost 10 years now. Really the most surprising bit for me personally and for our company has been how seriously some of the non-Muslim countries are taking this, you know, when I say taking this, you know, wanting to attract the Muslim travelers because they see that it's a huge market. They're going out of their way. I mean, Japan, as Mr. Zul said, Japan is a good example. You know, today if you go to Shinjuku, which is the center of Tokyo, and go to the Takashimaya mall, there's a prayer room there for Salat. It was not possible to see that, you know, 5 years ago, even 5 years ago. In the railway station of Taiwan, in Taipei, they just opened a prayer room. There are 50 or 60 halal restaurants that they opened in Taiwan last year. So that's the most surprising bit. You know, we work with a lot of tourism board across the world. And when we say, you know, these are the things that you need to do, sometimes they ask, you know, where should we put a masjid? You know, where should we put a salat place? From non-Muslim countries. But my experience also is that from a Muslim countries, either they are reluctant, either they are shy, for whatever reasons, they're not really going after this market aggressively. And that's a market to be taken for Muslim countries. Okay, thank you. دقيقة للمهندس هشام ودقيقة لمعالي الدكتور لأني أنا تأخرت الآن هم طالبيني أنهي اللقاء وأستسمحهم بالزيادة 7 دقائق دقيقة ونعطي أعزائنا الجمهور لو حب أحد يسأل. مهندس هشام، استخدام التقنية، خلنا بعطيك الاتجاه المعاكس، الإفراط في استخدام التقنية. اللي جينا في المملكة من حجاج ومعتمرين متنوع الثقافات ومستوى التعليم، هل قد تكون مضرة لهم أو هل فكرتوا في تسهيلها جدا بحيث هم يقدروا يستفيدوا منها؟ صح
صراحة إحنا الهدف في استخدام التقنية اللي هو اللي يسموه seamless technology. يعني أديك مثلاً البصمة، إحنا بنحاول مع جهات الأمنية إنه نستخدم البصمة حقت الأيريس حقت العين. البصمة حقت الأيريس تأخذ 4 ثواني. يعني تخيل الحاج هو ماشي، أول ما يوصل عند الجيت هيتعرف على الجيت مع يعني فهيتعرف عليه لأن بصمة العين أكيوريت أكثر من الأصبع. يعني أنت لو تشوف المسنين في المطار عندنا يجلس أحيانا دقيقة وبعدين يرسلوهم على المكتب لأن البصمة ما تنقري حقة الأصبع، لكن بصمة العين بدام إنه حي ما هو ميت ممكن تتقاري في خلال 4 ثواني. فالكونسبت إحنا بنينا كونسبت وعرضناها على الجوازات وعلى التحكم اللي هي البايومتريكس انرولمنت اللي يدخل فيها جميع الـ الـ اللي هي العين الوجه الأصابع، وهذه ترتبط بالخدمة عشان تعمل له أوتوميشن، يصير هو ماشي أنت عارف مين هذا الشخص فهو بيخدم هو مو عارف. بعدين برضو بالتقنية تقدر تعمل حاجات تسميها location based services، يعني بما لما تطلع له بطاقة ولا bracelet فيها تقنية، أنا ما أبغى أقول إنها متابعة بس هي عشان تعرف فين محله عشان تقدر تخدمه بالطريقة الصحيحة، فبتخدمه بطريقة هو مو عارف إنه هو بيخدم لأنه تعرف فين الموقع حقه. طيب شكرا. وفي حاجات كثير بس هذا example. سعادة النائب، ربما هذا سؤال مهم للمستثمرين، ما هو الوضع والدور المستقبلي للمستثمرين الحاليين في قطاع الحج والعمرة في دقيقة واحدة فقط؟ طيب الوضع حقيقة أكثر من رائع وبالعكس محفز. الوزارة أو جميع القطاعات اللي تعمل على حقيقة استقطاب الفرص للمستثمرين في هذا القطاع كبيرة جدا حقيقة. نحن اليوم الساعة 2:30 إن شاء الله بإذن الله حنعرض 5 أو 8 فرص عفواً استثمارية، بس فقط مجرد هذه الموجة الأولانية من موجة الفرص الاستثمارية، لكن الفرص كبيرة جداً. الأرض موجودة لمن يستطيع أن يثبت جدارته ويطلع بأفكار جديدة. شكراً جزيلاً. قبل ما تخلص الموية اللي فهمك خلصت كلمة. شكراً جزيلاً. أستقبل سؤالين من الأخوة، ياليت بس الاسم الكريم والسؤال موجه لمين من الأخوان وبسرعة لأن إحنا ترى متأخرين وتجيني الأوراق أن موعد الجلسة يجب أن ينتهي. تفضل الله يحفظك. في السؤال مباشرة مباشرة على طول وموجه لمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أشكر القائمين على المنتدى، والسؤال موجه للقائمتين التقنيتين الموجودة على المسرح. احنا في قطاع التغذية والإعاشة، في انا كمستثمر قبل فترة يعني طورنا منصة إلكترونية وعرضناها على مستوى وكالة الوزارة، وايضا الان نبغى نكرر عرض المنصة هذا على الدكتور عبد الفتاح. السؤال كيف نستخدم التقنية لتطوير منظومة الإعاشة بحسب وجهة نظر وزارة الحج؟ شكرا. دكتور عبد الفتاح او دكتور او مهندس في اقل من نص دقيقة. طبعا زي ما قال يمكن المهندس هشام انه التقنية هي حقيقة أداة تستخدم للتمكين، وبالتالي ما نستطيع انه احنا نقول انه التقنية لازم تدخل في كل شيء حقيقة تحديدا، ولكن تقنيات التغذية موجودة، ويمكن اول من اول المشاريع اللي هي التفعيلية للبرامج التحول اللي هي اعتماد وزارة الحج مع القطاعات المساندة لها والمتعاون معها لتقنيات جديدة للتعامل مع تقديم الوجبة المسبقة التحضير. إن شاء الله بإذن الله في 15% من ما يقدم الآن في الإعاشة سيقدم بهذه التقنيات الجديدة. شكرا. في سؤال ثاني أخير، خلينا نشوف هنا. السلام عليكم. ويلكم. صادق مالكي من جامعة الملك عبد العزيز. في أقل من دقيقة باختصار. نستغل وجود الدكتور توفيق البروفيسور الخيال وسعادة اللواء في إمكانية التنسيق في مجالات التطوع
ومجالات تحسين الجانب السلوكي للموظفين. يعني ممكن نسوي برامج تدريبية في جامعة الملك لخدمة الجانب السلوكي. طيب. فأرجو أنكم تنسقوا سوية إن أمكن. إن شاء الله. شكراً. شاء الله. والتطوع طيب. مهم جداً. شكراً. في سؤال أخي، آخر سؤال أسمع. لو في إمكانية. السلام عليكم، فيصل علاف، رئيس التنفيذي لوادي مكة للتقنية. باختصار حقيقة. بوجود المبادرات والتحول الوطني الحقيقة شجعت عدد كبير من الشباب في اقتناص الفرصة، لأنهم يشوفوا فرصتهم في الماركت هذا. الحقيقة هناك توجه من عدد كبير من الشباب بإنشاء شركات ناشئة تلبي الاحتياجات الوطنية. سؤالي للأستاذ هندي السحيمي هو: ما هو الرقم المخصص أو النسبة المخصصة من المشاريع الحكومية التي يمكن إعطائها إعطاء الفرصة للشركات الناشئة بأن هي تأخذ فرصتهم في أن هي تحقق نمو وإثراء للناتج المحلي؟ وإذا كان الجواب لا يوجد رقم معين في المشاريع الحكومية بالنسبة للشركات التي تشتغل مع الماركت، إيش ممكن تقدم وزارة المالية لإثراء المستوى المحلي؟ شكراً أستاذ هندي. بجاوب على السؤال الجزء الأول، موضوع النسبة طبعاً فيه الاسميز، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآن تعمل مع وزارة المالية على ترتيب، يعني طبعاً تحديد نسبة معينة للشركات الصغيرة والمتوسطة هذا قد يضر بعملية المنافسة، ويجي واحد يقول لك والله هذا مو منافسة أنك تحط جزء لهم وجزء مو لهم. الشيء الثاني، حتى الخدمة اللي ستقدم والسعر العادل للجهة الحكومية يجب أن تكون المنافسة مفتوحة للجميع ولا تحكم على الصغيرة والمتوسطة. لكن اللي أعرفه أن برنامج التحفيز في مشروع ما بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية لدعمها من خلال كذلك الإقراض أو الكفالة أو الضمانات لتسهيل لهم يعني إيجاد التمويل بأسعار مناسبة، وكذلك للدخول في بعض المشاريع الصغيرة قد يكون ليس فقط، ولكن قد يفرض على المقاول الرئيسي أو المورد الرئيسي أن يكون هناك في عدد من الشركات السعودية اللي تعمل معها على أساس موضوع اللوكال كونتنت اللي هو المحتوى المحلي، يعني يكون في عدد معين سواء من مصانع محلية يمكن أو من شركات محلية عشان تكون النسبة يعني تساعد في رفع مستوى المحلي اللي مطروح في برنامج الرؤية أن يتم تحقيقه في العام 2030. في أحد من الأخوات كانت تبغى تسأل سؤال، تفضلي، هذا آخر سؤال ونختم فيه إن شاء الله. المايك لو سمحتوا هنا الأخت الكريمة، باختصار والسؤال موجه لمين لو سمحتي؟ السلام عليكم. دكتور نيفين العيسوي، أستاذ مشارك تسويق دولي كلية البترجي، استشاري تطوير الأعمال. سؤالي تحديداً لمعالي نائب وزير الحج، سيادتك تفضلوا في الجلسة اللي قبل كده وتحفظوا نوعاً ما على مفهوم التسويق، وقالوا إحنا مش عايزين نعلن بشكل مباشر عن ربط مفهوم الماركتينج بمكة، واتكلمنا عن مفهوم مكة القديم وهو مفهوم رائع، بس ما رأي سيادتكم في استخدام آليات التسويق الحديثة واستخدام مفاهيم التسويق الحديثة والخطط الاستراتيجية الحديثة بما يتواكب مع الحفاظ على الصورة الذهنية والإيمج بما لا يتعارض مع الهوية بأي شكل من الأشكال؟ ودي ليها أفكار كتيرة، ألاط أوف آيدياز يا فندم، لو استخدمناها وعملنا منها أفكار كتيرة، وتحديدا إن إحنا نحط يعني نلقي الضوء بشكل مباشر على طرق العصف الذهني البرين ستورمينج، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نشتغل مع المؤسسات السمول بيزنسز وازاي نقدر نطور منها. فاتمنى اسمع من سيادتك الراي على اليات التسويق الحديثه بما لا يتعارض مع الهويه والكالتشر. ثانك يو فان. شكرا بروف عبد الفتاح. يعني نتكلم على اليات التسويق اللي حتطلق ان شاء الله قريبا باذن الله في المبادرات الجديدة للوزارة الحج أو من خلال برنامج ضيوف الرحمن. يمكن بس كان المصطلح هو مصطلح كلمة تسويق، لكن إحنا ما نقول إنه لا يمكن أن نقوم بعملية التسويق. أنا أتفق معك، كلامك صحيح إنه التسويق ضروري. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لإثرائكم هذه الجلسة بالكثير من المعلومات، وشكرا لحضورنا الكريم، ونلتقي إن شاء الله في الجلسات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.